هنعد من 10. يلا.2017 باي باي، مع السلامة. باي باي يا حبيبتي. 2018 يا هلا يا هلا، يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب، ونحقق كل أمانينا، وبلدنا تكون من أحسن لأحسن إن شاء الله، وكل واحد بيتمنى حاجة ربنا يحققها له إن شاء الله في 2018 إن شاء الله بإذن الله. أنت إيه منيتك ل 2018؟ سنة تبقى سعيدة على كل الناس وعلى أخواتنا وأهالينا وأصحابنا وكل اللي بنحبهم وبيحبونا. ان شاء الله متفائل ان السنه دي بفضل ربنا تبقى حلوه على 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 امه محمد كلها بامر الله. وانت بقى شخصيا ليك؟ شخصيا خير، في حاجات حلوه بصراحه في 2018. يعني متوقع حاجات حلوه؟ اه ربنا متفائل. يعني خير؟ اه متفائل خير. البوم مثلا؟ اه طبعا. عروسه مثلا؟ لا الالبوم بعد كده بقى نشوف موضوع العروسه. سيبوه بقى خلاص، هو حجز خلاص. تزعل هي كده خلاص. مش عارفه عمالين بقى، عارف الجو اللي هو ملوش لازمه، هو خلاص الراجل اعترف. هو راجل اتدبس مش اعترف. ايا كان وزي